بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بدأنا مع رسالة الحارث المحاسبي إذ يقول: الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير. ووقفنا مع بعض المعاني المتعلقة بوصفه سبحانه الأول القديم، وماذا ورد في ذلك من نصوص. ثم قال رحمه الله: أحمده حمداً يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه. هنا سؤال مهم: هل يستطيع أحد أن يحمد الله حمداً يوافي نعمه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر أبلغ من الحمد، الحمد يكون باللسان معبراً عن حال القلب إن صدق، لكن الشكر يكون باللسان والقلب والاعتقاد والعمل. وقد قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ووصف الأنبياء بهذا الوصف في حق نوح مثلا: إنه كان عبدا شكورا. وفي حق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. الإنسان إذا أراد أن يحمد الله على نعمائه فيقول: أحمده حمدا يوافي نعمه، هل يستطيع ذلك؟ بداية، هذا يقال أخذ من نص، هو ليس حديث، بمعنى آخر لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يروى في الكتب أن آدم قال: يا رب، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح. يريد لفظا فيه مجامع الحمد والتسبيح لله. قال: فأوحى الله إليه أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ثلاثا: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. إذن لعل الكاتب أو المؤلف هنا استنبط هذا المعنى إذ يقول: أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه، من هذا الذي نسبه أن الله علم آدم إياه، لكن كما قلنا لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يستأنف، أو ممكن يستأنس أنه قصد من ذلك كله إنه يجب أن نثني على الله بما يستحق وبما يجب، وإن كنا نحن عاجزون عن ذلك، لكن نقر لربنا بذلك بقلوبنا واعتقادنا. من أين أخذ هذا المعنى؟ أخذ من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فالتمسته، يعني كانت تظنه أنه في حجرتها في تلك الليلة لم تجده، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد من هذا الحديث الفقرة الأخيرة: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأن معنى قولهم أحمده حمدا يوافي نعمه كأنه يقول: إننا عاجزون عن أن نحمدك الحمد الذي يكون منا مكافئا لما أعطيت وما منحت، فلكننا نقر لك يا ربنا بما يجب لك من حق علينا. فقوله صلى الله عليه وسلم يعلمنا عظيم التعظيم لله والثناء على الله وما يجب علينا في حق الله. وذكرنا أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها تعريف بالله وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وربط لهذه القلوب بالله. قال: اللهم أعوذ برضاك من سخطك،
الإنسان يقع في أسباب توجب غضب الله أو توجب سخط الله، فحتى لا يقع في هذه الأسباب ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله أن يحميه من أسباب الغضب، أن يحميه من المعاصي. لا يظن النظان أنه بقدرته وطوله وقوله وطوله يستطيع أن يحمي نفسه من المعاصي. إذا لم نتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا فنلجأ إلى الله أن يحمينا من المعاصي وأن ينصرنا على أنفسنا فيها، وبهذا نلجأ إلى رضوان الله علينا، أن نكون محل رضوان الله بأعمالنا التي هو الله يعيننا عليها فيقينا أسباب سخطه. أعوذ برضاك من سخطه. لكن الإنسان قد يقع وقد يخطئ، فما العمل؟ فجاء الدعاء الثاني: وبمعافاتك من عقوبتك. أيوة، وقد أعصي يا رب وقد أضعف، فلا ألجو إلا إلى عفوك، ولا ألجو إلا إلى مغفرتك ورحمتك وبمعافاتك من عقوبتك. وهنالك أقدار تأتي من الله سبحانه وتعالى: البلاء، المصائب، المرض، الفقر، الشدة. كيف أثبت في هذه الابتلاءات وكيف أنجح بمراد الله فيها؟ فليس لي إلا أن ألجأ إلى الله، أن يلطف الله بي وأن يثبتنا سبحانه وتعالى وأن يعيننا على الرضا بأمره وقضائه وقدره، فنكون أيضا محل عفوه ورحمته ولطفه. فقال: وأعوذ بك منك، أي منه سبحانه وتعالى كل الأقدار، سواء كانت الأمراض والمصائب، إذ هو بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولا ينسب الشر إليه. ولكنك في هذه الحياة بكل ما فيها من شدة أو يسر لا يمكن أن تثبت فيها وتنجح فيها إلا باللجوء إلى الله. نلجأ إلى الله أن يثبتنا وأن يمنحنا قدرة وطاقة وصبرا وإرادة ورضا وشكر، وأن يلطف بنا في كل أقداره. هذا كله يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من باب الثناء على الله والتعظيم لله والتبرؤ من الحول والطول والقول. فأعقبها عليه الصلاة والسلام بقوله، أو ليبين لنا أننا مهما قلنا لن نحصي ثناء على الله، فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو سبحانه كما وصف نفسه، وهو سبحانه كما سمى نفسه بأسمائه الحسنى، ولا يحاط بأسمائه وصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى، فهو كما أثنى على نفسه. لذلك لما عجزنا عن الثناء الحق عن الله، وهو واجب أن نثني الثناء الأعظم على الله، فلجأنا إلى الله أننا نثني عليه كما أثنى على نفسه. وهنا عندما يقول حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، كأنه يقول: إننا نعجز عن حمدك يا رب وعن شكرك، لكننا نقر بأنه يجب لك كل المحامد جل جلال الله. ثم يقول الحارث المحاسبي في ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته، عارف بوحدانيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قلنا أن العلماء المربين في افتتاحات كتبهم يعلمون العقائد، وتعليم العقائد هو أساس كل شيء. وإذ بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يقبل إيمان أحد إلا بالشهادتين. ومع كونه لا يقبل إيمان أحد إلا بالشهادتين، لا بد أن يدرك مضمون هاتين الشهادتين. وماذا يعني أني أشهد أن لا إله إلا الله؟ إذن فيها معنى الإقرار بربوبيته، الإيمان به ربا خالق رازق محيي مميت بيده كل شيء كل شيء سبحانه، الإيمان به إلها واحدا. ومعنى الإيمان به إلها واحدا سبحانه أي لا يمكن أن يقصد بالعبادة بكل أنواعها إلا هو، ولا يكون مصدر لتشريع العبادة إلا هو، ولا يكون لأحد حق التشريع في الوجود إلا له سبحانه أو بما أذن به.
فيكون تحقيق لمعنى لا إله إلا الله. ولكن تحقيق معنى لا إله إلا الله لا يكون إلا بكمال الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما أقول أنا مؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد بذلك، فماذا يقتضي إيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا؟ لا بد أن يقتضي ذلك أنه النبي الرسول الخاتم، خاتم الأنبياء والرسل، وأنه بشر يوحى إليه، وأنه قد كمله الله بكمالاته، وأنه بكمالات البشر نقصد، وأنه لجميع الخلق. فإن لم نؤمن أنه لجميع الخلق لم يتحقق إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا المعاني كلها أجملها بقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع الخلق. الله تعالى يقول في هذا الأمر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم يشرع الإمام الحارث في مقاصد الرسالة، رسالة المسترشدين، ليحدثنا في البداية من هؤلاء الذين اجتباهم الله وما هي صفاتهم. وإذا كان هؤلاء الذين اجتباهم الله وبين لنا صفاتهم، ماذا يجب علينا تجاههم إلا أن نلتزم طريقهم؟ من هؤلاء الذين يلتزمون طريق أولئك الذين اجتباهم الله؟ وما هي صفاتهم أيضا؟ وبما يكون هذا الالتزام؟ بأسطر قليلة جدا يحيط بذلك كله، لأن محور الرسالة هو أن نلتزم المنهج الصحيح. ولذلك هو يريد أن يبين لنا من هؤلاء الذين اجتباهم الله فالتزموا المنهج الصحيح حتى نسير على طريقهم. نجده يقول: فاعلم أن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب العالمين به وبأمره، فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية، فقال عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سبع صفات جاء فيها ذكر صفات الألباب في أولي الألباب في الرعد. الصفة الأولى أنهم على بصيرة، وعندما يقال على بصيرة هو ذلك العلم النوراني الرباني القائم بالقلب متحققا به السلوك، فهو باطنا وظاهرا آخذ ومتلق عن الله سبحانه، وهو ضد الأعمى أعمى البصيرة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن الصفة الثانية التذكر، تذكر أمر الله وذكر الله وعدم الغفلة عن الله. الصفة الثالثة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الرابعة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن سبع صفات لهؤلاء أولي الألباب. أولو الألباب هؤلاء يريد أن يقول لنا هؤلاء الذين يجب أن نلزم منهجهم. ومن هذا الذي يسارع إلى لزوم منهجهم؟ يقول: فمن شرح الله صدره للإيمان ووصل إلى التصديق قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منهاج أولي الألباب. فإذا سأل سائل كيف يكون لزوم منهج أهل الألباب؟ قال: برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. ثلاث أركان للزوم منهج أولي الألباب: الكتاب والسنة وإجماع أئمة الهدى. هذه أصول يؤصل بها لكل من يريد أن يسلك طريق الرشد وطريق الهداية. ويمكن أن نقف مع بعض هذه القضايا وقفات سريعة، وهي القضية الأولى عندما يقول: فاعلم أن الله اجتبى من عباده أولي الألباب. قضية الاجتباء، والآن نختم بها، ما هي قضية الاجتباء؟ لا شك هي اصطفاء واختصاص.
الله يصطفي من رسله من شاء، يصطفي من عباده من شاء، يصطفي من الزمان ما شاء، يصطفي من المكان ما شاء. فالرسل قد اصطفاهم الله تعالى، أولياء اصطفاهم بالقرب منه وبما منحهم من عطاءات ونور وصدق وإخلاص لما علم من حالهم وطهرهم، واصطفى من الزمان رمضان، واصطفى من الأمكنة الكعبة والبيت الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغير ذلك. وهذا مصداق قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومصداق قوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هؤلاء الذين اصطفاهم الله طبعا ليسوا على مرتبة واحدة، كما قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن هؤلاء أعظم اجتباء واصطفاء. ثم قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الصفاء الأربع أنواع اصطفاهم واجتباهم الله، كل في مرتبته لا يتجاوز أحد مرتبته. لكن هنا يحدثنا عن نوع من أولئك الذين اصطفاهم الله، الذين وصفوا بالقرآن أولو الألباب. فما هي صفات أولي الألباب؟ ولماذا نلتزم منهجهم؟ وكيف نلتزم منهجهم؟ هذا ما سيحدثنا به إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.